لأول وهلة يأخذك الخوف ويلبسك ثوب القلق، تشعر أن السماء رفيقك الوحيد وأن الرمال طريقك الذي لا يدلك على شيء. ما بين المرتفعات والمنخفضات تتزايد الخفقات، إنه تحدي الطبيعة والخوف من غدرها. هنا شيبة وكثبانها الرملية التي تتابعنا بصمت، تبعث فينا التأمل والأمل، وتشهد على بأس قوم وأسلاف مروا من هنا وعلى ما يصنعه أحفادهم وأخلافهم اليوم. حتى منتصف القرن الماضي لم يكن أي أحد يسمع بمنطقة شيبة، وكان المرور من هنا محصوراً على عدد قليل من البدو في هذه الصحراء الخاوية، ولم يكن لكلمة شيبة أي معنى سوى الرجل العجوز. وسط هذه الصحراء كانت أرامكو في منطقة شيبة، تغير التاريخ وتقلب الجغرافيا، تثبت أن ثروتها لا تقتصر على امتياز التنقيب عن الخام وإنتاجه في المملكة فقط، بل يتعداه لجرأتها للوصول إلى أي مكان لتنقب باطنه كما تغير ظاهره. قصة العثور على النفط في شيبة تعود إلى عام 1968. زحفت أرامكو حينها عبر مسالك الصحراء الصعبة إلى الربع الخالي بعد رحلات سابقة قامت بها فرق استكشاف أجنبية. أثناء حفر البئر الاستكشافية الشيبة واحد تدفق البترول. وأعلنت أرامكو عن وجود كميات كبيرة من الخام في هذه المنطقة، إلا أن عملية الإنتاج تأخرت. بعد حفر أول بئر في شيبة عام 1968 لم يكن تطوير الحقل في شيبة اقتصادياً بسبب حفر الآبار بطريقة عمودية، ومع تطور التكنولوجيا بدأنا نحفر الآبار بطريقة أفقية، مما أدى إلى إنتاج ثلاثة أضعاف إنتاج الآبار العمودية. إلا أن تطوير عملية الحفر الأفقية لم تعني نهاية التحديات التي واجهتها أرامكو لبدء الإنتاج من شيبة، فالمنطقة معزولة تماماً والوصول إليها كان يستغرق أسبوعاً قبل تعبيد الطرق، إضافة لدرجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف. شيبة تمتاز بمناطق صبخة، ارتفاع المياه فيها فقط منسوب المياه فيها يصل إلى متر إلى متر ونص. في مراحل الشتاء أو في فصل الشتاء المناطق هذه تمتلئ بالمياه، مما تزيد من صعوبة الاستكشاف في المنطقة. وبعد 3 عقود من الاكتشاف بدأت أرامكو أعمال الإنشاء. نقلت الشركة 55,000 طن من المؤن والمعدات والتجهيزات إلى شيبة قبل بدء أعمالها، إضافة لملايين الجالونات من المياه والوقود، وانطلقت ورشة العمل. كان لازم استحداث يعني تطوير معين لحقل الشيبة يقلل التكاليف عن طريق طبعاً استخدام أحدث الوسائل لتحسين الخدمات اللوجستية، النقل والتوزيع، التنقيب والإنتاج، إدارة المشاريع. وعلى مدى 3 سنوات كانت ورشة العمل تمضي بخطى متسارعة، تم حفر الآبار اللازمة للإنتاج. لو تلاحظ يا أخ عقيل، هذا كور من المكمن في شيبة، من عمق طبعا حوالي 5200 فيت، زي ما انت شايف 5200 قدم. هذا من المكمن في العرب دي في الغوار، حوالي 7000 قدم. تقدر تلاحظ الفرق طبعا، مختلف ما في شك. طبعا
ما في شك ان كميه الزيت في الغوار اكثر بكثير من الجسم، بس هذا ما يعني ان شيبه، طبعا شيبه غنيه طبعا والانتاجيه جيده وكميه الاحتياطات كبيره، بس ما في شك انه الغوار يعني كاحتياطات اكبر حقل في العالم، فما في مقارنه بين يعني الغوار، بس هذا الفرق لما تشوف المكمن في الغوار باللون والمكمن في شيبة الفرق في اللون، حتى لو تشم تلاحظ تشم الزيت صحيح، بينما هنا يمكن شوي صعب تشم الزيت في الشيبة. وربطت أرامكو شيبة بأنابيب يصل طولها إلى 638 كيلومترا لنقل البترول إلى منطقة بقيق على الساحل الشرقي. الحقل يمتد بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب بطول تقريباً 63 كيلومتر، ومن الشرق إلى الغرب بحوالي 13 كيلومتر، وبالتالي المساحة الإجمالية المسطحة للحقل شيبة تزيد عن 800 كيلومتر مربع. طبعاً هذه مساحة ليست صغيرة على اعتبار أن هناك دول يعني تقارب مساحتها 800 كيلومتر مربع. وبعد 55 مليون ساعة عمل، وتحديداً في العام 1998، أعلنت أرامكو انتهاء أعمال الإنشاء في شيبة، وكانت أسواق النفط العالمية على موعد مع إعلان جديد. بلغ حجم إنتاج البترول من شيبة حينها 500 ألف برميل يومياً، يتم ضخها من مكمن يمتد بعمق 1500 متر. قالت أرامكو حينها إن إنجاز هذا المشروع شكل علامة فارقة في تاريخ إنجازاتها، وإن إكماله يقف شاهداً على القدرة التي تتمتع بها الشركة في تطوير موارد المملكة البترولية، متجاوزة بذلك التحديات الكبيرة. ومن هنا ربطت أرامكو شيبة ببقية المدن السعودية عبر مطار خاص لموظفيها. تطلب إنشاء هذا المطار إزاحة 15 مليون متر مكعب من الرمال، تعادل حجم هرم خوفو الأكبر 6 مرات. شيبة فيها الكثبان الرملية مرتفعة، يعطينا تحدي في الإقلاع والهبوط، يعني أي مطار آخر بدون كثبان رملية انحدار الأبروتش أو الاقتراب من المدرج ما بيكون فيه أي أوبستكل أو يعني حاجات ممكن تصدم فيها الطيارة، بينما شيبة التحدي فيها الكثبان هذه اللي مرتفعة، إضافة إلى ذلك الأجهزة الأرضية اللي تساعد الطيار على الاقتراب من المدرج بتكون متوفرة أكثر في المطارات الدولية عادة، بينما في شيبة نستخدم الأقمار الصناعية. وفي شيبة تمكنت أرامكو من تحويل هذه المنطقة إلى قصة ملهمة لتجاوز التحديات والتغلب على المصاعب، فشقت الصحراء الوعرة بطرق يتجاوز مجموع طولها 400 كيلومتر. تربط هذه الطرق معامل الإنتاج الأربعة والقرية السكنية حيث يقطن موظفو الشركة. يعيش في شيبة اليوم آلاف السعوديين الذين يعملون على مدار الساعة، يمدون سوق النفط العالمية بمئات الملايين من براميل الخام سنوياً. وشيبة اليوم منطقة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهذه المنطقة تتحول إلى خلية نشطة منذ ساعات الصباح المبكرة. وجود هذا الكم من الشباب السعوديين في هذه المنطقة النائية يثبت مرة أخرى قدرة وكفاءة الإنسان السعودي
على العمل تحت تحديات وظروف صعبة مثل المنطقة النائية هذه في شيبة. حياة الصحراء هي في البداية كانت صعبة، لكن بعد فترة الواحد يتعود عليها، بالعكس يشتاق لها بين فترة وفترة، خاصة إذا الواحد راح مثلا مشروع في خارج المملكة أو حاجة. ما زالت حياة الصحراء هي اللي أسسته وخلته يوصل للمواصيل هذه. الصحراء علمتني الصبر، يعني الكثير يتمنون يحصلون على مثل هذه الفرصة على أساس يطوروا من خبرتهم وعملهم وأدائهم الفني. شيبة مميزة من جميع النواحي، العمل في شيبة يتطلب مثابرة وإصرار وتحدي للمشاكل التي ممكن نصادفها. منها استفدنا في علمنا واستفدنا في خبرتنا، وأسست فينا مبادئ عملية تفرق عن أي شخص ثاني ممكن يكون في الظهران أو في أي منطقة أخرى. وفي شيبة كانت أرامكو تسابق الزمن، تتخطى التحدي تلو الآخر، فكيف كانت وتيرة العمل في معاملها؟ تمكنت أرامكو من اكتشاف احتياطيات مبدئية في حقل شيبة تقدر بنحو 15 مليار برميل، ما يعني أن هذا الحقل قادر على ضخ البترول لنحو 70 عاماً بمستويات إنتاجه الحالية. نفط شيبة هو من النوع الممتاز، درجته 42 على مقياس المعهد الأمريكي للبترول، ويمتاز بجودة عالية وبتركيز قليل لمادة الكبريت في النفط. ويعتبر الخام العربي الخفيف جداً من أجود أنواع الخام، وهو يتطلب مصاف أقل تعقيداً وأقل استهلاكاً للطاقة. وبالتزامن مع ارتفاع الطلب على البترول عالمياً مطلع هذه الألفية، كانت أرامكو تفكر في كيفية زيادة العائد الاقتصادي من هذا الحقل. وبسبب المعلومات الإضافية اللي استخرجت من البيانات اللي تجينا يومياً من الآبار المحفورة في الحقل، والمسح السايزمي ثلاثي الأبعاد في المنطقة، تم اتخاذ القرار لتطوير الحقل بحيث وصل الانتاج اليوم الى طبعا على مرحلتين، المرحله الاولى الى 750 الف برميل باليوم، والمرحله الثانيه الى 1,000,000 برميل باليوم. اليوم ننتج 1,000,000 برميل من حقل شيبه. اشتمل مشروع التوسعه بمرحلتيه على انشاء معمل جديد لفصل الغاز عن الزيت، وهو المعمل رقم 4، ومن ثم أعمال التوسعة في 3 معامل، وإضافة وحدات فرز ومناولة جديدة، وتزويد المعامل بمرافق جديدة ترفع من طاقتها الاستيعابية وقدرتها الإنتاجية في معالجة النفط العربي الخفيف جداً. ما بين مرتفعات الربع الخالي وكثبانها الرملية تنتشر معامل أرامكو ومنشآتها. مؤخراً تم إنشاء هذا المعمل لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.4 مليار قدم مكعبة قياسية، وذلك لاستخلاص نحو 275 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يومياً. وبهذا دخل الإنتاج من حقل شيبة مرحلة جديدة، وبات يشكل إضافة أكثر أهمية لمحفظة أرامكو من حقول النفط والغاز المترامية في مناطق المملكة كافة. وبالفعل كانت لفتة كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه خلال مراسم الافتتاح الرسمي للمعمل رقم 4 في شيبة. كان الله يحفظه موجود في المركز الرئيسي في الظهران، وأنا كنت موجود هنا في منطقة شيبة، وكنا نتواصل عن طريق الأقمار الصناعية. بارك الله يمينك يا خادم الحرمين الشريفين، أنا ابنكم المهندس خالد الجامع، ومعي طال عمرك بعض أبنائك العاملين في إدارة الإنتاج منطقة شيبة في الربع الخالي. نبشرك طال عمرك بأن الطاقة الإنتاجية في شيبة الآن قد بلغت 1,000,000 برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف جدا، وهذا طال عمرك يؤكد على قدرة أرامكو السعودية
على تلبية الطلب العالمي من الطاقة. شكرا لكم يا خادم الحرمين الشريفين. شكرا. والآن مع الربع الخالي، الربع المليان بالعمل الحمد لله. وهذه فعلا كانت ملاحظة جميلة من سيدي خادم الحرمين الشريفين. بالفعل يعني كمية الإنتاج اللي يحصل عندنا هنا في شيبة، ملايين البراميل من من النفط التي تنتج، والكميات الهائلة من الغاز، والأعمال والآلاف من الموظفين اللي يعملون في هذه المنطقة، سواء كان من أرامكو السعودية أو من المقاولين. أعمال التوسعة في شيبة كما الزيادة في طاقتها الإنتاجية فرضت تحديات جديدة توجب على أرامكو مواكبتها، ولهذا كانت الكوادر الوطنية في الشركة تعمل للوفاء بالتزامات الشركة وإمدادات الحقل من الزيت الخام. بعد اكتمال توسعة تضاعف عدد المعدات إلى الضعف، حيث نقوم حاليا بصيانة دورية لعدد 45 ألف معدة على مدار الساعة بأيدي سعودية بعد طلب قطع القيار التي تأتينا عن طريق الجو أو عن طريق البر. وتعتبر أرامكو السلامة أحد قيمها الأساسية. لك أن تتخيل أن أرامكو قامت بتركيب أكثر من 7400 جهاز لتحديد مواقع السيارات التابعة لها آلياً، كما تقوم هذه الأجهزة برصد سلوك سائقي السيارات ومدى التزامهم بقواعد السلامة. من الإنجازات السلامة في إدارة الإنتاج في شيبة هو حفاظنا على أكثر من 1,700,000 ساعة عمل بلا إصابات. سبق أن كنت أعمل في معمل الفصل الغاز عن الزيت رقم 2 المتواجدين فيه حاليا، وسنحت لي الفرصة أن أبتعد عن طريق شركة أرامكو السعودية لدراسة الصحة والسلامة المهنية في أمريكا. بعد عودتي من أمريكا خطرت لي فكرة إنشاء كتيب صغير عن السلامة. اسم الكتيب هذا Safety Photo Book، أو ما يعرف بالكتاب السلامة الصورية. هذا الكتيب يبين صور عن تصرفات صحيحة وتصرفات خاطئة بالمعمل. الهدف الرئيسي خلف هذا الكتاب هي كسر حواجز اللغة بحيث أنها تعتمد على الصور بدل الجمل الصعبة. وسجل السلامة في شيبة خلال 20 عاماً الماضية مكن أرامكو من المضي قدماً في خططها لمضاعفة إنتاجها من البترول بكل ثقة، فالشركة تحكم السيطرة على سير العمليات في مواقعها حسب معايير واضحة، ويبدو أن طموح شيبة مستمر. الحمد لله عدد المشاريع في شيبة مستمرة. احنا حالياً في صدد الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الكهربائية في منطقة الشيبة لتصل إلى حوالي 1.3 جيجا وات، مما يمثل حوالي 30% من إنتاج الكهرباء من شركة أرامكو السعودية. ومن شيبة تعمل أرامكو على إعادة استخدام أكثر من 80% من مياه الحفر ضمن مبادراتها للحفاظ على البيئة، كما تمكنت الشركة من خفض معدل حرق الغاز في الشعلات مقابل إجمالي إنتاج الغاز الخام دون 1%. هذه العوادم مصممة تصميم هندسياً بأحدث التقنيات لتكون صديقة للبيئة، لتمنع الغازات الضارة على البيئة والحياة الفطرية. وعلى الرغم من أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة لم يظهر ولم يصبح شائعاً إلا من فترة قصيرة، تقول أرامكو إنها تستخدم التقنيات الرقمية والإنجاز الذكي للآبار منذ فترة طويلة، وأن هذه التقنيات حققت لها فوائد هائلة في تحسين عملياتها وترشيد التكاليف كما تعظيم الربحية. أكثر الحديث يتم عن المنشآت اللي نشوفها إحنا على السطح، زي المعامل اللي موجودة، وهذا اللي لما للرائي ولا اللي يكتب تقرير هذا اللي يشوفه قدام عينه، بس في تقنيات كثيرة تحت الأرض لا ترى، وهذه أنا بالنسبة لي التحديات فيها أكبر. أرامكو السعودية بدت في استخدام تقنية المحاكاة عن طريق الجيجا باور بعدين التيرا باور، وهذه تحتاج إلى توفير معلومات، فالمعلومات تجي من الآبار المحفورة في جميع الحقول، وعن طريق هذه الآبار وعن طريق هالمعلومات هذه تم بناء برنامج للمحاكاة اللي يعطيك فكرة عن
الحقل إنتاجية الحقل في المستقبل 10 و20 و30 و40 سنة. ومنذ تأسيسها لعبت أرامكو دورا في تطوير الكوادر البشرية السعودية من خلال توفير الوظائف والتدريب أو من خلال العمل كمحفز على توطين خدمات الطاقة في المملكة. أكيد أنت شفت خلال زيارتك 70% من اللي يشتغلون في شيبة من الشباب تحت سن 30 مروا بمراحل تدريب وتطوير في الشركة وهم مصدر فخر لنا في شركة أرامكو السعودية. احنا نفتخر بالشباب السعودي اللي يعمل في هذه المعامل، مروا بمراحل تدريبية كثيرة من بداية تخرجهم من المرحلة الثانوية حتى يديرون أكبر المعامل في العامة. ومن شيبة كما بقية مواقع حقول الشركة مدعومة بسواعدها السعودية وخبراتها كما ببنيتها التحتية وخيرات باطن الأرض، تتطلع أرامكو للمستقبل بتفاؤل، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في رؤية السعودية 2030 التي ستحدث تحولاً اقتصادياً واجتماعياً شاملاً يعم أرجاء المملكة.